ابو حصين خلاص ابو حصين يعني اذا اشتغلت ما عاد تسولف ما ادري عن انطرم والله ما حد والله اي والله يا اخوي لا 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 لازم تشوف لك سولف بس الحين سولف لازم تشوف تعال انا بمسك عنك سولف يلا هو بيمسك عنك سولف عنده قصص طيبه اسمع من انت طيب ابو حصه مواليد 1412 وارد في حائل نعم ونعم ونعم فيك وفي اهل حائل مالك زول طال عمرك خلصت جامعه مخلص جامعة تخصص خدمة اجتماعية قبل التخصص هذا ايش كان؟ شلون؟ ايش كنت في الجامعة؟ كنت انجليزي ليش طلعت من انجليزي؟ سنة ونص والله درست انجليزي لا اله الا الله اي والله وطلعت ليش؟ راحت علي سنة ونص والله كذا وبعدين ما كنت حاب للتخصص والله ولا والله العظيم لا مو قصة ماني حابه لكن جانا شيء ابو حامد ما ادري وش اذا دخلت القاعة ايه قفلت بوجهي أبد بس ساكت لين ما أطلع من القاعة وعلى الموال إذا جت القاعة عد وجينا الموال ليش؟ والله يا أخي ما أدري ما أدري هو ما أدري وش السبب الوكالة بعدين حاولت أحول حولت وحولت خدمة اجتماعية خدمة اجتماعية طيب ودرست فيها وخلصتها خلصت خدمة اجتماعية بثلاث سنين ونص ما شاء الله يعني دراستها حوالي خمس سنين كذا تقريبا خمس سنوات وكم لك ما شاء الله وأنت مخلص من الجامعة؟ يمكن ثلاث سنوات حول تقريبا تقريبا بس ما ادري ما سجلت في شيء ولا الا والله ما خلصت شيء ما قدمت عليه لكن لساتك عاطل بس ماشي انا لحين عاطل الحين عاطل يقولون ابو حور طبعه دايم هادي ابو حور ابو حور شو اسمه ابو حصه لا لا ما اجي ما اجي انا اسف والله اني اسف انا جبت حاجه جريمه قلت ابو حور يقولون انه هادي هذه من المستحيلات السبعه هاي من سبعه لا معليش هذه من سبعه مستحيلات والله اني جبت شيء غلط طيب محب للروايات وللقصص ول والله نوعا ما سواليف الشيبان ويحب يجلس مع الشيبان هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح يعني ايش تحس معهم؟ يعني في ناس سبحان الله ما يحب جلسات كبار السن ولا يحب نبغى ابو حصه يعطينا يعني ليش هو دائما يحب يجلس مع شيبان مع كبار السن جلسه الشيبان وكبار السن به فايده به فايده تلقى الحكم تلقى الناس الهاديه واللي تسولف صح هذا يسولف هذا يسكت لكن الشباب كلهم يسولفون ما تدري من معه سالفه هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا تداخل اصوات اغلب اسوالف ما بهم فايده والله يا ابو حامد يعني يعطونك سالفه بعد شوي الا ترن حق الجوال لا كل المايكات مسكره طيب يا ابو حو ابو حصه ايش بنا على ابو حو ابو حصه وابو حو حرف الحاء لازم تغيرونه لازم اغيره لكن احس اني كذا بغير ابو راشد عادي ابو راشد كله واحد طب كنت مصمم مقاطع وكنت مونتاج للمقاطع والشيلات صح ولا لا صحيح قبل كم هذا الكلام يعني قصدك انزل مقاطع بحسابي يعني ايه ليه ما جيت وانا لا يقولون من قبل سنتين وانت كنت تحب تسوي تصاميم يعني مقاطع قصدك من قبل ايه ايه يمكن سنتين او اكثر بعد جميل يعني عندك حص ايش اسمها عندي فيها قناه باسم ابو حصه في مقاطع جميل كلها طلعات بر ومقناص و لا 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 لا, لا مو كلها شلون لا بالعكس انا حرص على المقاطع اللي بها فايده اكثر من الطلعات ليش يا قلبي يعني اي مقطع يعني له فايده مثل الصدقه عن الطلاق وغيره حلو تحب الاطفال وتحب جمعات الصغار ايش سر الحب هذا والله ما ادري وش السر لكن من هو اللي ما يحب الاطفال يا ابو علي ايش رايك ابو علي بالكلام طيب يا ابو حصه منو اللي اشار عليك انك تسوي بهارات منو اللي اشار علي انا يعني متعود من الثانوي نروح انا وامي كل يوم للسوق ارتب يلا رتبها ورحنا للسوق نخلط البهارات نضبطهن ونرجع هذا من ايام الثانوي حلو دخلت الجامعه احنا على هالموال هذا ليه ما تخرجت يمكن قبل اربع شهور جت الفكره حتى اصلا ما جت براسي لكن اصور انا بسناب سولف انا امي خذت كميه واجد
من انا متعود عليها، انا اول مره تاخذ كمية هذه. قلت يما مزودتنا السلعه انت شوي، شو عندك؟ قالت والله يا وليدي نبي نتاجر، نبي نترزق الله. قلت طيب ايش رايك نفتح مشروع؟ انا سولف والله العظيم بسناب ولا طرى على بالي اني افتح مشروع. ايش رايك نفتح مشروع؟ قالت وين احنا اول مشروع؟ انا عاجز. المشروع يبي له شغل ويبي له حاله وانا من يمه. قلت فكري. قالت خلنا افكر. قلت يلا. راح اليوم ابو علي، راح اليوم الاول والثاني والثالث، مر اسبوع على الكلام. بعد اسبوع قلت حتى انا بعد بفكر. مر اسبوع وقالت يلا ما يخالف. قلت يلا توكلنا على الله. الحمد لله والشكر مشت الامور زين. يعني اليوم ما شفنا البهارات حقتك، انا قاعد احتريها.